إذن قلنا بأن هذا اللقاء اليوم يندرج في إطار المهام المنوطة باللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء، وهذا اللقاء اليوم وخصناه طبعا لتنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء من جهة، وعرض مهامها من جهة أخرى كما أوجبها القانون رقم 103/13. وتخلل هذا الاجتماع اليوم عدة تساؤلات وعدة مداخلات انصبت كلها أو جلها على بعض المعوقات التي تقف أمام اللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء، وبعض المعوقات التي أثارها جل الحاضرين في هذا اللقاء، وهو عدم وجود مركز إيواء لضحايا العنف بمدينة الناظور، رغم أنه أصبح اليوم جاهز ولكن لا يستقبل النساء المعنفات. كما أشار بعض السادة الحاضرون في هذا الاجتماع على عدم إحداث خلية للتكفل، خلية تكفل بالنساء المعنفات على مستوى بعض مراكز الدرك الملكي، وقد سجلنا هذه الملاحظة إلى أن هناك ملاحظات أخرى، وقد سجلنا هذه الملاحظات بجدية وسنعرضها إن شاء الله على المسؤولين المكلفين بها القائمين على هذه الأمور، ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحضور ديالنا في إطار تنظيمي للقانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد النساء، احنا في إطار إرساء اللجنة الجهوية التي عدد لها المشرع اختصاصات في الفصل 13 و14 في إرساء اللجنة. طبعا اللجنة لديها عمل منطلق مخطط، وكان هناك التشاور مع باقي الفرقاء وباقي المتدخلين من أجل إرسائها بحضور طبعا السيد رئيس اللجنة الذي هو الوكيل العام، وتحت إشرافه طبعا لأنها الخلية دائما الجهوية كانت تحت إشرافه. كاين القوانين الجديدة التي تحتاج، الفصول الجديدة في هذا القانون التي تحتاج إلى التمحيص، كان هناك المبادرة أنه سوف يكون التعريف بهذا القانون، ثم بعد ذلك الاستماع والإنصات ورفع المعيقات لتكون هناك تقارير طبقا للقانون التي سوف ترفع إلى اللجنة الوطنية لإزالة هذه المعيقات وإعطاء مجال المشكل ديال العنف الحد منه والحد من هذه الظاهرة المستفحلة والتي أخذت أبعادا في مجتمعنا. وشكراً.